ساد التوتر على الحدود بين موريتانيا ومالي بسبب توغل عناصر من مرتزقة فاغنر الروسية إلى قريتين موريتانيتين. شكلت موريتانيا لجان لحصر الخسائر التي وقعت خلال عملية مطاردة لأشخاص من مالي تصفهم حكومة بالإرهابيين. أشار والي الحوض الشرقي إسلام ولدسيدي إلى أن الحدود الموريتانية المالية لم يتم ترسيمها حتى الساعة بين البلدين. لا يمكن معرفة الحدود بشكل دقيق إلا بواسطة معالم متعارف عليها. وأكد المسؤول أن موريتانيا قادرة على حماية حدودها ومواطنيها، مستعدة للرد ولرد أي هجوم، لكنها تفضل التعامل بالحكمة وبالهدوء مع ما يحدث حاليا على الحدود الشرقية. كما شدد على أن الجيش مستعد للتعامل مع أي تجاوز جديد يطال الحدود بكل حزم. يذكر أن موريتانيا ومالي تشتركان في الحدود التي يبلغ طولها أكثر من 2000 كيلومتر، وبسبب غياب المراقبة الأمنية على الحدود الشاسعة تتوغل عادة عناصر الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش إلى داخل موريتانيا. من العاصمة الموريتانية نواكشوط ينضم إلينا الدكتور سليمان الشيخ حمدي، خبير في شؤون الساحل والصحراء ومدير مركز رؤية للدراسات. مرحبا بكم وشكرا لوجودكم معنا. يعني إلى أي مدى هذه الخروقات اليوم بالفعل تدق ناقوس الخطر من انتشار مجموعة فاغنر في أفريقيا؟ شكرا جزيلا. أعتقد أنه من اليوم الذي يعني بدأت مالي علاقاتها مع فاغنر بعيد الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المالية، أعتقد أنه منذ تلك الفترة بدأت كل الدول المحيطة بمالي تخاف أو تخشى أو يعني تتوجس خيفة من هذا الوافد الجديد. أيامها كنا نتحدث عن فاغنر في ذوبها القديم، أيام كان زعيمها الذي قتل في أو توفي في إثر سقوط الطائرة. بعد تلك الأزمة ظن الجميع أن فاغنر سوف يتم تقليص نفوذها في مالي أو سوف تأخذ أشكال أخرى، لكن يبدو أن إعادتها كانت فاغنر لم تصل مالي وظلت فاغنر بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. المشكلة أنه فاغنر هي شركة أمنية خاصة غير يعني لا تخضع لنظام القوات المسلحة، لذلك فإنها تستخدم بدون قطاع قانوني. لذلك موريتانيا تخشى من التعامل معها وتخشى من أن تتحول الحدود الموريتانية المالية تبلغ أكثر من 1000 كيلومتر على امتداد الحدود بين البلدين، تخشى أن تحول هذه الحدود إلى ساحة معارك لفاغنر والجيش المالي في مطاردة الجماعة المسلحة التي منذ يعني عقد من الزمن وهي تقاتل الحكومة المالية حتى وهي مع القوات الفرنسية ومع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. كلها كانت هذه الجماعات الإرهابية تسرح وتمرح في هذه المناطق وتكبد الماليين خسائر. أما وقد دخلت فاغنر فإن العملية فقط انساحت قليلا الى الشرق من مالي والى الغرب من مالي وشرق موريتانيا، لتتحول مسرح العمليات الى يقترب كثيرا من موريتانيا. شهدنا في الفترات الغير بعيده مقتل 35 موريتاني، مقتل عده موريتانيين بين 2000 والاخرى، وكل الاصابع تشير الى ميليشيا فاغنر التي المدعومه او المرافقه من طرف الجيش المالي. طبعا نحن نعلم ان المشهد في الحدود الماليه الموريتانيه. طيب دكتور سليمان، موريتانيا اليوم هي قادرة هي غير قادرة على حماية حدودها البالغة 2000 كيلومتر ما بين موريتانيا ومالي وتسيطر عليها وتمنع تحرك التنظيمات الإرهابية حتى لا تبقى مسألة وجود فاغنر ودخوله على الحدود الموريتانية ذريعة لمالي. موريتانيا قادرة على حماية حدودها، ونحن نعلم أنه حتى في أحلك الظروف أيام 2014 وما بعدها يوم كانت تنظيم الدولة والجماعات المنبثقة عنه تسيطر على الشمال المالي، بل اقتربت من باماكو وكانت الدولة تكاد تنهار في مالي، كانت موريتانيا مسيطرة بأريحية على حدودها، بل كانت هي الواحة ولا زالت هي البلد الوحيد في غرب أفريقيا الذي سيطر على حدوده والذي لم يشهد أحداث إرهابية. لكن ما تغير هو وجود الفاعل الروسي، وجود الروس من خلال فاغنر هو الذي غير
المعادلة شيئا ما، ذلك أنه أعطى للجيش المالي قوة ونوع من الجرأة على مطاردة الجماعات المسلحة وعدم الاكتراث الكثيرا بالحدود الموريتانية. نحن نعلم أن الحدود الموريتانية المالية صحيح أنها نظريا مرسمة، معروف هذه الحدود على الخرائط، لكنها ليست هنالك يعني معالم واقعية، يعني مؤشرات أو شيء يدل على أن الحدود المالية تبتدئ من هنا والموريتانية تنتهي هنا. لذلك حتى المجموعات القبلية مجموعات مختلطة بين البلدين، لذلك تجد القبيلة جزءها في مالي وجزء الآخر في نفس الأسرة، تجد جزءها في مالي وجزء الآخر في موريتانيا. لذلك من الصعب حتى نظريا وتطبيقيا أن نقول أن الحدود الموريتانية المالية منفصلة وأنهم كيانين منفصلان. اجتماعيا هنالك كيان واحد فقط، هي تلك الأراضي المفتوحة التي تسيطر عليها الحكومة الموريتانية والمالية، والتي قبل الأحداث الإرهابية لم تكن تشهد مشاكل كثيرة، يعني باستثناء مشاكل بين الرعاة والمنمين أو المزارعين أو أشياء يعني بسيطة. أما وقد بدأت هذه الحاضنة الشعبية التي تنتشر على الحدود الموريتانية المالية تشكل حاضنة بين قوسين للجماعات المسلحة خاصة في الجانب المالي، بدأنا نشهد تطور لهذه الأحداث الأمنية، مطاردات تدخل إلى الحدود الموريتانية، جرأة الجيش المالي على الدخول إلى الحدود الموريتانية، أيضا جرأة فاغنر على سفك الدم البريء أو دم المدنيين بغض النظر عن من هل هم حاضنة إرهابية أم هل هم فقط يعني رعايا عاديين كما كانت الأحداث الماضية في الحدود المالية. لذلك فعلا هنالك معطيات جديدة تغيرت في هذه، لذلك موريتانيا ولماذا لا تنسق موريتانيا مع مالي لمحاربة هذه الجماعات؟ طبعا موريتانيا كانت ولا زالت تنسق مع مالي لمحاربة هذه الجماعات، لكن نحن نعلم أن مالي الآن تغير الحكم في مالي، حتى الاستراتيجية مالي لمحاربة أو لمكافحة هذه الجماعات قد تغيرت. مالي كانت لديها باتفاق الجزائر 2015 الذي يحكم علاقة الجماعات المسلحة في الشمال بالدولة، والاتفاق الذي كانت تقريبا يحافظ على نوع من الهدنة وإن كانت هشة، هناك أيضا كانت الأمم المتحدة اللي ترعى هذا الاتفاق، وكانت هناك القوات الغربية بمختلف تشكيلاتها والقوات الفرنسية، كان هذا يشكل نوع من الطمأنينة ونوع من الهدوء في هذه المنطقة. أما وقد تنصلت الحكومة المالية من هذا الاتفاق نهائيا وبدأت تلقي بثقلها وراء الروس وراء فاغنر وتريد أن تعيد رسم الخريطة المالية على أسس جديدة وبعد أن ألغت اتفاق الجزائر، الآن الحكومة المالية لديها مشاكل حقيقية، لأنها أصل الجماعات المسلحة والجماعات التي في الشمال والتي تطالب في انفصال الشمال بدأت أيضا تتوجس من نقوص الحكومة المالية من هذا الاتفاق 2014. المالي الآن تريد من الكل أن يعود إلى باماكو وتنشئ اتفاق جديد بناء على معطيات أسمي كويتا وجماعة المجموعة الموجود معه في السلطة. لذلك هذا المعطى الجديد هو ما جعل هذه موريتانيا تغير استراتيجيتها وتحاول ان تغير استراتيجيتها بناء على المعطى الجديد، لانه لم تعد الحكومه الماليه تنسق امنيا كما كانت، بل هنالك ايضا اللاعب، نحن لا نستطيع ان نجزم بان اللاعب الروسي هو عامل استقرار بقدر ما هو عامل توتر. طيب السؤال الاخير وفي دقيقه دكتور اسمح لي على المقاطعه فقط لان وقتنا انتهى، الى اي مدى يمكن ان يذهب الصراع الروسي الغربي بافريقيا واستقرارها الهش ايضا في بعض البلدان؟ نعم، اعتقد انه هذه هي الخطوره، انه الصراع الروسي الغربي بدا ياخذ اشكال وياتي بشكل ناصع على الساحه الغربيه، ذلك ان موريتانيا هي البلد الوحيد من غرب افريقيا الذي لم يشهد النقوص عن الحكومات الغربيه، مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد ربما، هذه كلها بلاد غادرت المعسكر الغربي، لذلك هنالك فعلا صراع مرير وهنالك تواجد كبير للقوات الفرنسيه طردت مالي، القوات الأمريكية طردت من النيجر ومن بوركينا فاسو ومن تشاد ربما، إذا هنالك فعلا يعني تغير استراتيجي في المنطقة نخشى أن يحولها إلى ساحة حرب باردة جديدة بين المعسكرين، خاصة في ظل وجود يعني ثروات نفطية وطاقوية كبيرة، ونحن نعلم حساسية الطاقة. شكرا. وجود أيضا هذه المنطقة تطل على الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط والكثير من العوامل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك من نواكشوط الدكتور سليمان الشيخ حمدي، خبير في شؤون الساحل والصحراء ومدير مركز رؤية للدراسات.